يسأل فضيلة الشيخ عن رجل لا يهتم بصلاة السنة والنوافل، ما هو توجيهكم له جزاكم الله خيرا؟ صلاة السنة والنوافل ليست من أمر واجب، المهم أن يصلي الفرائض ويحافظ عليها، وصلاة السنن والرواتب والمكملات، هناك سنن مؤكدة وهناك سنن مطلقة أو سنن مقيدة وسنن مطلقة، ومن السنن المقيدة الرواتب التي مع الفرائض، وهي من أكثر السنن، وهي كما بين حديث عبد الله بن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم عليها، فقد حفظها ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ترك الرواتب التي مع الفرائض، الا في حاله السفر الذي تقصر فيه الصلاه فانه يترك الرواتب الا راتبه الفجر، فانه لا يتركها حضرا ولا سفرا، فكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان الرواتب التي مع الفرائض سنن مقيده وسنن مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتركها، بل إن بعض الفقهاء شددوا في تركها وقالوا لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب التي مع الفرائض، هذا يدل على خطورة الأمر. وأما بقية النوافل صلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء فهذه سنن فيها خير كثير، فيها أجر عظيم، وينبغي للمسلم أن يشارك فيها بما تيسر له، أن يكون له نصيب من قيام الليل، والوتر أيضا سنة مؤكدة لا ينبغي تركه لا في الحضر ولا في السفر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فهو من السنن المؤكدة. نعم، جزاكم الله خيرا.